بيدينا خذها كاش نحن الراقي بنينا خذها كاش ما حد بهذا سبقنا الصراحة فيها راحة وهذا اسلوب التفاهم خذها كاش وهالمساحة فيها اخلاق وتناغم نعد الليالي والليالي تعدنا والعمر يفنى والليالي جدايد أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة يا أجمل من يشاهدنا من السيدات والسادة كيف حالكم؟ يا رب عسى حياتكم سعيدة من فقرتكم المحبوبة في برنامج البزنس 3 على قناتكم قناة الأوفياء الواقع الفضائية نرحب بكم باسمي وباسمكم الأخ الجميل والناقد يا مرحبا يا أبو حمود مسي عليك وعلى السادة المشاهدين وإن شاء الله نضفي ليلة جميلة إن شاء الله بوجودك وبالمحاور الشيقة إن شاء الله جعلك والله تسلم جعلك والله تسلم طبعا أبو عنزي الله يعينه ويعيني ذا الليل اثنين مقابل المتسابقين كلهم هو في قاعدة شهيرة اللي يقولون الكثرة تغلب الشجاعة لكن ذا الليل معنا علم لا يهمونك يا أبو حمود مرة أرق سنود بيض الله وجهك وجهك أبيض والله لو مع عددهم دبل ضرب اثنين طال عمرك ما علينا فيهم الطيب نقولها أنت أحسنت واللي مخطي ولا مسوي ولا سبحان الله بنقولها يا ولد تعال نبغاك في علم خاص الله الله ما ودنا نسترسل قبل ما نشوف ملخص هذا اليوم خلنا نتابعه سوا وبعدها نبدأ معكم خلينا نشوف ملخص النجاح. ومسائنا ويجعلنا جميعا من الشاكرين الذاكرين له سبحانه وتعالى. واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام. رجعنا لكم في فقرتنا فقره مقادير. يعني انا ليش لابس الجاكيت هذا؟ انا على بالي رايحه. حبيبي كل يوم مشهود نظام الطيب بالكل ما غيره نظامي. نعيش اخوانا اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في كل مكان وفي كل زمان احييكم باسمي مشعل القحطاني بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى سيد المزار جاكم 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 المستدمر السلام عليكم يا شباب سلام عليكم كان هذا ملخص هذا اليوم وقبل ما أنسى ونبدأ محاورنا الجدير بالذكر بيكون معنا الليلة إن شاء الله مدير تطوير البرامج الأستاذ عبد الرحمن الكليب لأجوبة بعض الأسئلة اللي تدور في بالكم جمهورنا العزيز في خطرنا إن شاء الله بحول الله قوته أنه يقدر يجاوب أجوبة تبرد خطرنا مع العلم أن حضوره ذا الليل عز الله أنه وقته أبطأ علينا والأسئلة كثرت اللي من الجمهور واللي من المسابقين واللي مننا احنا يا ونبي منه تصريحات بعد نبغانا تصريحات مطلوب منه تصريحات مطلوب منه اشياء جديده يصرح بها مطلوب منه اشياء واجد اليوم ابو عبد الله اذا ما صرح شف عبد الرحمن الكليب في خذها كاش لازم يصرح له احترامه وله تقديره وله مقامه العالي عندي لكن لازم يصرح وبين قوسين يوضح احنا خذها كاش يعني لنا الصلاحيات المطلقه لنا نسأل من نريد وعليه جاوب هو وغيره ما أدري إذا في يوم من الأيام بنقدر إحنا نسأل بعد صاحب القرار ما ندري يمكن الله يعطينا القوة إحنا نسأله وإن شاء الله يجي ذاك اليوم طبعا غير عصرية هذا اليوم أبدعت يا نواف نواف فرزان اليوم ظهر من السكوت اللي كان يعم عليه من دخول البرنامج والله اني مستغرب منه يعني شوف هو عمل جميل وشيء كويس انك تسوي ذي العصريه بيض الله وجهك انك حركت القريه يعني ان صار فيها فعاليات وفي روحه وفي جيه انا مستغرب هو عمل كويس وزين خلينا نقول له ثاني عمل ايش رايك 44 اليوم ترى 44 يوم يا نواف هذا ثاني عمل لك عندك غير ذا الكلام بين هذا ثاني عمل وش رايك ابو انس احنا اول شيء نواف يشكر على الفعاليه اللي اليوم شكر جزيل فعلا كانت فعاليه حلوه الشباب استمتعوا فيها اضفوا على القريه يعني عصريه جميله وممتعه مع انها زي ما قلت انت يمكن ثاني فعاليه للنواف
نقول إن شاء الله إنها تكون بداية انطلاقة لنواف بن فرزان. ما ندري، أنا زي ما ذكرت لكم وأسلفت إن بعض المتسابقين ما يطلع إلا في نص البرنامج، أي انطلاق، والعكس صحيح، نفس المتسابقين اللي يمكن يكونون يعني على رتم عالي إنه يبدأ في الهبوط من منتصف البرنامج. الفقرة عفواً، الوقت اللي حنا فيها الحين اللي من 40 إلى 50 هذه أو إلى 60 تعتبر ترى فترة خطيرة، يا يعني أنك تثبت على الرتم وتحافظ على نفسك وتبقى على إبداعك، ولا أي رتم السقوط أمامك. أي رتم يا أبو نزي؟ أنا بسألك سؤال، نواف فرزان تشوفه دايم وش يسوي مع من؟ لا أنا أقول، أنا ما أتكلم عن نواف حاليا، أنا أتكلم بشكل عام، أنا أقول لك النواف يمكن يطلع في الوقت هذا. أنا أقول لك نواف يطلع اليوم، نقول إن شاء الله أنها تكون بداية انطلاق أهله. طيب أنا بسألك سؤال عن نواف عشان تعرف الفكرة اللي في بالي تدور هالحين. نواف فرزان سوى اليوم فعالية صح؟ نعم. قبل الفعالية نواف فرزان وش يسوي؟ كان لها العمل الأول تدشين شيلة صح؟ خلنا نتفق، التدشين شيلة مع من؟ مع من؟ واحد، يلا واحد أول حرف من حروفها حرف العين، ما يبغى لها. علي الشهري يا أخي أصلا ما يقدر، علي شمراني ما يقدر يشتغل مع أحد غيره. هذا السؤال اللي يدور في بالي دائم يا أخواني، علي الشمراني هو الوحيد اللي معطي نواف فرزان جوه، كيف يا أخي؟ اللهم لا حسد، التآلف ما نقول فيه شيء، المحبة ما نقول فيها شيء، لكن يا نواف فرزان أخوانك متسابقين الباقيين مش وضعهم، يعني علي الشمراني وش يمتاز به يخليك تدش معه شيلة ودايم معه؟ هذا سؤال يدور في بالي أنا. يا مساء الخير، مساء الخير، أحب أمسي عليكم، أنا أحب أمسي عليكم. أصبع تويكس، أصبع تويكس مستحيل مع بعض ما شاء الله، يعني عشان شوفوا الثنائي هذا، أنا بسميهم، أنا بسمي الثنائية هذه ثنائية تويكس. أنا أشوف أنكم تستاهلون الاسم هذا، يعني يا أخواني جمهورنا العزيز، أنا ما أتوقع أني أتبلى أحد، أنا قاعد أبين شيء أتوقع أنكم شايفينه، لكن السؤال اللي أبغى جواب منه يا أخي أبغى تبرير. في شباب باقيين معك في المنافسة، ترى عندهم تدشين شيلة ماشي، عصريات ودايم معه ماشي، الحين مع ليش يا أخي؟ وسيع لوكيشنات عندك، يعني لازم تجلس جنبه. وش رأيك أبو عنزي؟ والله نواف كثرة محاوره الليلة، احنا ما ندري نتكلم عن هدوءه اللي يرفع الضغط، ولا نتكلم في عصريته ونمدحها ونقول ها ان شاء الله انها تكون بداية يعني انطلاقه له، ولا نتكلم عن ثنائيته مع علي الشمراني. ما ندري وش نتكلم فيه وش نخلي يا نواف. لكن انا سؤالي الوحيد، يعني وش العلاقة اللي أو وش الشيء اللي خلاك تكون ثنائية مع علي الشمراني بدون غيره؟ يعني معنى الثنائيات هذه ما السؤال هذا تسمح لي أجاوب؟ أي نعم تسمح، يعني نعم. إذا تسمح لي أجاوب، أنا قاعد أشارك مع علي الشمراني عشان هو أحسن مني، أبغى النور اللي يضفيه علي الشمراني يعمني. شف، هي أحد أمرين، في مثل يقول من جاور السعيد يسعد، هذا سفير الأخلاق، هذا رجل سابق، قال يا ولد خلنا نواكب الرجال، عنده جمهور ولد محبوب وخلوق، إذا أنت تكلم، إذا أنت تكلم عن الجماهيرية، في جماهيرية علي العلي، حتى لو يحاول نواف أن يتقرب منه ولا يحاول أن يكون مع ثنائية، جمهور علي العلي بس ما راح يستفيد، يعني ما راح يوصل شيء. اللي أنا أقول له ونصيحتي له، يا نواف أطلع من الجلد اللي أنت متمسك فيه والثنائية اللي أنت مكونها بدون أي هدف وبدون أي فائدة. يا أخي عندك أكثر من 20 متسابق، ادخل يا أخي مع الناس، عش مع الناس، ادخل مع زميلك الفلاني، ادخل مع زميلك الفلاني، اطلع يا أخي تنفس، شوف الحياة، اطلع دور نفسك، حاول أنك تجد نواف ابن فرزان، لأن نواف ابن فرزان نفسه ما بعد وجد نواف ابن فرزان. هو فرزان يدور يا رجال، يدور الحين يا اخواني بالله، يعني احنا احس ان احنا ثقلنا على نواف. نواف انسان لطيف جدا، يعني انسان حاول يبدع، انسان له 44 يوم طلع بفعاليتين،
والله ما ادري كيف طلعت، ليه مقطع حق عصريته، خلنا نجبر خاطره شوي، في ليه مقطع يا اخواني الاعداد، ليه عصريه اطن عصريته، خلنا نستانس، خلنا نشوفها يا اخوان بيض له وجه. السلام عليكم، سلام مو له حدود، اصلع عن ضميري على كل الاسامي. مرحبا ومسهلا بالجميع، مع عصريات نواف بن فرزان، افضل متسابق في برنامج الثلاث او مقدم، نواف الشهري، علي الشمراني، عبد العزيز مسفري، ريان بلوي. ريان البلوي وازع سرعه، وازع مجموعة الفائزة والحاصلة على الجائزة الكبرى، مجموعة رأس الميموني. ما قصرنا، أنا أتوقع إحنا ما قصرنا معك والله، يستاهل تحية فرزة. ما قصرنا والله، عصرية جميلة جدا، أنا أتوقع العصرية هذه فكرة جميلة. يا نواف اطلع، خلك من ذرتهم وأعلى، خلاص اعتبر يا أخي يمكن خيرها، لكن العصرية اللي سويتها اليوم إنها تكون يعني على مرأى الجميع، ويتكلم فيها أبو حمود وأتكلم فيها أنا، ونعطيك نصيحة، نصيحة محب، يا نواف اطلع وشاهد نفسك وابحث عن نفسك، إن شاء الله أنك من 3 إلى 4 أيام وتجد نفسك، ولا نعطي طيب. أسبوع لا لا ما أسبوع، أسبوع أسبوع كده. الله عطاك أسبوع، إن شاء الله الأسبوع الجاي مثل ذا اليوم نواف بن فرزان إن شاء الله يجد نواف بن فرزان الحقيقي. اطلع من علي الشمراني يا أخي، خل الآدم يشوف نفسه ويعيش حياته داخل، لا مو مخليه، لازم النجاح لازم أنه يكون مزدوج. نواف فرزان، وش رأيك نكسر روتين الليلة وأقول لك حط الكرسي بالله على المسرح، بقول أبغاك على المسرح على كرسي، ممكن يعني لو تكرمت كرسي واحد، كرسي لك لحالك أبيك تحطه على المسرح، نبغى نسولف معك، نبي ناخذ ونعطي، نبغى نسمع منك، الجمهور يبغى يسمع منك، يعني كرسي واحد كذا تشيله وين لا لا فك علي فك علي، انا ابيك لحالك لو سمحت، كرسي خلاص راح علي، وش رايك تقول له تعال، حاول حاول تقول له تعال، راح خذ الكرسي الله يصلحك تعال على المسرح، ابيك انا اقول له نواف يجيب لي علي، لا لا انا خايف اني اساله يا اخواني سؤال يرجع إلى النظر في علي يقول ها وش أقول، يعني وش الجواب المقنع، جيبوا لي يا بالله بالله جيبوا لي جيبوا لي والله بالله جيبوا لي يا أخوان جيبوا لي، يا سلام أنا أهني روح التعاون يا أخي، يا أخواني بالله يعني أنا أقول له روح جيب لي كرسي ياخذ معه علي يجيب الكرسي، الله لا يشاني بينكم، اقول له انا متوقع اني لو اقول له تعالكم رشروم جاء هو يا علي لكم رشروم جلسوا، السلام عليكم حياكم الله، صوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ارحب يا صالح الله يحييك، صباح الخير يا استاذ نواف لحالك طبعا بدون علي، ها صباح النور والسرور يا افضل مقدم، وشلونك عساك طيب؟ خير لك الخير الله يحييك، وش يعني خلاص كذا انت كذا ترى كسرت شوكه القوه عندي بعد قولتي افضل مقدم، خلاص كذا انا اعرف اجيبكم، انا اعرف اجيبكم، انا ضعت كذا، وشلونك جمهورك عساك بخير؟ بخير الله يعافيك، اول شيء انا اهنيك على الفعاليه اللي سويتها اليوم العصر، يعني يا نواف اللي سويتها اليوم امانه ترى هذا المنتظر من يوم دخلت برنامج، وانت عارف وانا عارف والجمهور عارف واخوانك المتسابقين عارفين انكم في تنافس، الافكار الابداعيه العصريه شوفوا لما تكونون مع بعض وتندمجون مع بعض وكل واحد يقدم افضل ما عنده، هذا الشيء المطلوب منك خلال فتره وجودك في القناه، فهذا باب العصريه بيض الله وجهك فيه، خلاص باذن الله جمال الله حالك فيه وحالك، ابشر ابشر، طيب هذا الاول خلاص منه، الثاني اسلم سؤال وأمانة يا نواف أمانة أبغى الجواب يكون صريح، أبشر علي الشمراني ليه من يناديك يا علي الشمراني بالله. لا 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 رد عليه يا جراهن رد عليه رد عليه يا ولد يا ولد صل على النبي، أنا أسمع شريف وراي يقول هدو عشان أسمعك زين، ما أبغى أقصد أنت والله أنك شخصا ترى يستر عليك، طيب رح
أنت وش مالك متشتت؟ صل على النبي عليه الصلاة والسلام. علي أخو قبل يكون خوي، والشباب كلهم والله ما فيهم قصور. يا سلام. أنا ما أعرف صح، لكن مبني معه دائما كذا مرة. سويت فقرة مع نوف العرماني. طيب. سويت فقرة مع محمد بن ملحم. طيب. سويت دخولية مع محمد بن ملحم. طيب. سويت أشياء كثيرة. يا سلام. خليتها وشفت حقة علي. أنا ما قلت. طيب طيب خلاص الأشياء كلامك صحيح. أنا 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 ما أختلف معك نهائيا. أسلم. أنا أتفق معك إنك سويت مع نواف العرماني، سويت مع باقي الشباب، لكن أنا سؤالي ليه أعظم أو معظم وقتك مع علي؟ حتى حق محمد ملحم أنت وعلي. اختارنا هو. طيب اختارك. لا اختارني أنا علي. أقول له أبعد علي عني. اختاركم ولا اختارك؟ لا اختارنا. قالت علي علي. أنت قلت اختارنا، حتى جوابك الآن عن الجمع. يا أخي تكلم عن نفسك لحالك يا رجل. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعال يا علي، مو بس فقط محمد بن ملحم، مع نواف عرماني. قال تعال يا علي ونواف بن فرزان ومحمد بن ملحم. جينا وأدينا الفقرة. ما قال تعال يا علي نواف خل بن ملحم. لا لا، هو قال تعال يا نواف فرزان. قل طيب وعلي. لا لا والله ما قلت. أنا سمعتك يا رجل. يا رجل والله عندك من زود الكلام، ما طول عمرك. طيب يمكن قلت أنا ما أقدر أكل حالي أو ما أقدر أقدم حالي، جيب معنا علي. علي يمكن يمون عليه بما أنه معي دائما، فعلم بعض الأشياء وش بعض الأشياء يعلم عنها، ولا الخوة ورانا بين الجميع والميل بين الجميع. وكذا مرة سويت مع بعض الناس، بس الله يلومني كذا نسيت 44 يوم أحفظها يوم يوم. دخوليات مع بعض الشباب، جلسات ريالتي مع بعض، اتخبال مع بعض. أمس مسوي فقرة مع محمد مع بندر العلي وسلطان دويحس وعلي الشمراني. ليش ما قلت أنت وعلي وخليت البقية؟ لا بد أن يدخل علي الشمراني في أي فعالية. طيب. حتى وإن كان هناك طرف ثالث، الطرف الثاني لابد أن يكون علي الشمراني. صح ولا لا يا محمد؟ صح صادق. محمد، الثنائيات في البرامج الواقعية الفترة الأخيرة تدعو للتشاؤم، لأن خلاص نهاياتها معروفة واضحة قدام أمام مرأة الجميع. يعني الثنائيات اللي داخل البرنامج وش ذا الناس اللي ما شاء الله عليهم زي العسل كذا، ولا وده الواحد ان يفارق خويه. الفعاليات لازم يكون معه، الجلسات لازم يكون معه، تحت الهواء لازم يكون معه، لكن بمجرد خروجك خارج القريه الله لا ما عاد ودنا نتكلم في امور كذا. لكن اطلع من العباءه ذي يا محمد. وإذا أنت نواف محمد عفوا محمد نواف أبويا. إذا ونعم في أبوك ما عليك زود. إذا أنت تبي تحافظ على علي فعلا، أطلع من الثنائيات هذه وعش واقعيتك داخل البرنامج. يعني ما نقول لك اقطع في علي، لكن أنت ما حطتنا ثنائية، حطتنا محايدين ذا الحينة. حنا أخوان مع الجميع. لا لا أقول نواف. نواف لا نواف لا لا تزبل، لا تزبل يا نواف. يعني لا تقول لي محمد ثنائية. أنت تويكس من الآن، أنت اسماء ثنائي تويكس، هذا منتي منها ماركة مسجلة، سجلها على جنب تينا منها. أنا ما أقول لك تويكس ترى الثنائية ترى شف الثنائية بين قوسين يا نواف ما تدوم. وين أنس؟ وين محمد بندر الآن؟ وينهم؟ يأكلوا مع بعض. إيه صدقتك، العيشة عز الله مع بعض. العيشة بتعينهم مع بعض، غير العيشة ما أدري. يا أخي الثنائيات ما تدوم يا أخواني. يعني في فرص. علي شخصية محبوبة، أنا أتفق معك وأدري إنه من الناس اللي تنحب، لكن ترى في شباب باقيين معهم. جرب يا أخي جرب، ترى يعني بتبين لي إنه لو طلع بكرة علي. لا لا لا، ما حد بيوقف دون حد. صح انك تقول بتحط يدك كذا بتقول يلا سوق الفرج. قبل شوي انتم طالعين لقطه انا ووازع مع بعض، ليش ما قلت فيها ليش انت ووازع؟ لا قبل شوي يا رجال احنا طلعنا لقطه واحده من جميع اللقطات، لقطه من 44 يوم يا رجل. يا رجال طيب لقطه الختام كيف كانت؟ الكلام كله اللي راح ما هو صحيح. اي ختام؟ حق البقره العصريه. نروح صباحيات؟ تبغى نروح صباحيات؟ لا لا انت قصدك لقطه الختام حق العصريه ولا حق امس؟ وين؟ أنت تقول لقطة الختام. أي ختام؟ قبل شوي يوم اللقطة قبل شوي يوم قلت وين نواف اللي أنت؟ أنا وازع علي. يا نواف زبدة الكلام أسلم. أو النصيحة الأخيرة، ترى الثنائيات ما تدوم، التآلف بينكم والمحبة والخوة كلها زينة. شف حتى لو قلتوا لي، حتى لو قلتوا لي وحتى لو أقنعتوني أن أنس، ولو أقنعتوني والله لو أقنعتوني أن محمد بندر وأنا زي أول، أني ما أصدق، لأني أنا أنظر والجمهور ينظر. نصيحة أخيرة يا نواف، الثنائيات ترى أنا ما أيدها، أنا ما أيدها، المحبة من الله سبحانه وتعالى، لكن اشتغل مع أخويا كاملين،
معهم والله اني معهم. انا اتمنى ان يكون كلامك صحيح. انا ماني جاي يا رجال. يا ابو ايش معليش ابو حمود انا افداك ابو حمود. نعم يا ابو حمود دعلك في الوجود. انت ما جيت الا من 26 بزنس 27 بزنس. ارجع قبل وشوف خلاص ما يضل. انا يكفيني شف شف قول لي الله. انت تقول من 26 الا من 26 انا جيت يكفيني اللي شفته من 26 اللي يخليني. طيب حتى من 26 في اشياء مع سعد السبيعي انا ما بعدها عند البل العصريات. طيب ماذا المثل ايش يقول؟ كلام في الفايت نقص من العقل. خلاص اذا كذا اللي نبي اللي راح ما عاد نبيه. جاز الله منه. احنا اليوم عيال اليوم. انا ابغاك تتفرد بعيدا من علي وبعيدا من الثنائيه. اصير لحالي. ابغاك طال عمرك تتفرد. ابغاك يا اخي يا اخي يا اخي يعني ايش بقول لك؟ اقول يا والله يا بندر العلي ما هو لو تقعد جنب علي الشمراني اقسم بالله لو تلبس ملابسه ما تجي ولا تاخذ جمهوره. ما معك يا رجال ما معك اضحك. شوفوا يا اخواني انا شوفوا انا عندي نصيحه وما كان بدي اقولها على الهواء. اللي ما عنده جمهور يروح علي الشمراني وياخذ معه يوم واحد. على كل حال ما نبغى نتشعب يا ابو حمود. يستاهل يستاهل مشعل. بالنسبه لمحمد فرزان احنا ما نقول ما عنده جماهيريه عنده جمهوره. محمد نواف فرزان يا اخي انا وش فيني انت 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 الظاهر انك تمون على الشايب. تمون على الشايب يا نادي يا رجال. الله يطول بعمر الشايب. هم عشان الشايب محمد ملحم طال عمرك لاعبين في راسه. الاعدادات عنده لاعبين فيها. محمد ملحم نواف اقول نواف من اليوم يبقى محمد ملحم والله. انا لله. قم 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 لفداك. قم يا محمد قم قم. هذا اللي قال طره يجيك يركض. اقول نواف عنده جماهيريته وعنده الناس اللي يستحقون يستحقون فعلا. لكن الشخصيه هذه يا اخي الاولى انه يكون يعني لها حضور اكثر. صحيح. يعني زي محمد فرزان زي نواف. ايوه يا اخي شوف حضوره شوف شخصيته شوف حماسه شوف الحركه اللي فيه. يعني الشخص هذا بيذبح نفسه بالثنائيه هذه. والله يا نواف اني اقولها يعني نصيحه محب اني اتكلم من قلب. يا اخي اطلع بنفسك. يعني شخصيتك هذه والله العظيم ما هي بشخصيه ثنائيه. الثنائيه داخل البرنامج نعرفها وش هي. ان شخص هدفه جماهيريه شخص ثاني ولا شخص ما عنده شيء والشخص الثاني قاعد يساعده يحاول انه يطلعه معه. انت يا اخي ما تستحق ان احد يطلعك ولا تستحق ان احد يساعدك. الشخصيه هذه يا اخي شخصيه بارع. والله العظيم يا نواف اني اتكلم. يستاهل نواف. اليوم وعصريه اليوم وكلام اليوم يكون يعني شو يقولون اللي عندك؟ ما قولونك صادق. يكونون كلامنا اليوم يكون يعني حافز لك وتشجيع لك انك تطلع شخصيتك الحقيقيه وانك تبرز نفسك اكثر يا محمد باذن يا الله. على غشم. ابشر ابشر نواف. على كل حال طال عمرك ما ودنا ناخذ من وقتك الثمين. انا ابغاك ترجع لاخوياك. لاخوياك ها لاخوياك ما هو بالعلي. انا اتمنى انك تبدع. انت مبدع ان شاء الله. الخلق والكاريزما اتفق معك عليها. باقي تبهرنا 44 يوم اما بها ولا بقطع رقابها. درب السلام يا حبيبي وياك. الله يوفقك. طبعا جمهورنا العزيز اخواني المتسابقين ما يمنع ان الواحد يشارك ما عنده مع زملائه. يا اخي انت في منافسه. لكن لو جلست مع شخص او قيدت نفسك بشخص في وقت خروج الشخص هذا قد تهلك. امانه بتهلك. ما هو قد بتهلك. هذا نواف الله يوفقه. متوقعين الايام القليله المقبله انه يبدع مع اخوياه. الله يوفقه. على كل حال في فكره جميله البارح يعني غريبة وجديدة أول مرة تطلع من ثلاثة من عبد العزيز مسفري وأنس وركان. الفعالية هذه أنا عن نفسي أول مرة أشوفها لدرجة أنهم أضفوا جو اللطف والحركات الجنونية في القرية بعد ما انتهت الفقرة. أنا ما ودي أني أفصل فيها أكثر لكن خلونا نشوف مقطعها أول ونضحك مع بعض. جابهم الله. يا ويلكم والله. ويلهم. جابهم الله يا عيال. جابهم الله. جابهم الله بين يدينا. خذ قبوع نواف العرماني وحط على على عليان وخذ بدل بينهم. جر شعر فارس. واما السائله.
ضمه ضمه افصل افصل عليه افصل عليه افصل عليه خلي ضمه خلي ضمه يلا افصل عليه افصل عليه افصل عليه ترمي انا ها تعبان لا احد يجيني يا ربع انا تعبان لا احد يجيني يا ربع بكل منكم انا مسوي لكم شيء افصل عنه افصل عنه شغله خلي صح ولا عطك كف لا قلها يلا نواف نواف انا حاطه صح ما اخذها من وجه الرجال اللي بيحطها صح ولا وش لقفك عليها نواف حبيبي شارب شاي بالنعناع وانا جاي وش الظباني وانا جاي الا يجعل الله احد علينا فنجهل فوق جهل اخاف الناس سديك اخاف الناس سريع يا ناس الله يسعد امكم والله اني وانا انا ناظر اناظر المقطع اني سعيد يا اخي شكرا لمن اخترع كلمه فكر خارج الصندوق يا اخي بالله انا وانا خارج القريه سعيد انا وانا قاعد اشاهدكم سعيد يا اخي كما هو جميل انك تكون سبب في السعاده سعاده الجمهور سعاده الكبار والصغار محبين القناه يا اخي شكرا والله شكرا على هذا الابداع لكن نايف شو رايك انا اقول ان هذه فكره ركان السهلي لا 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 الا ليه ركان انا اعلم وانت تعلم والجميع يعلمون انها فكره ركان السهلي غير صحيح والجميع غير صحيح الفكره هذه ترى طبقت في كاريزما ما هي فكره ركان فلا تنسب كاريزما نعم احنا يعني اللي طبقناها احنا بنمدح انت لا تمدح شخص انت لا تمدح لي شخص انا امدح ادائهم لكن انها فكرتهم لا ما هي فكرتهم طال عمرك فيعني عطهم اللي يستاهلونه بس يعني لا تعطيهم شيء ان سارقها من كاريزما هم عطهم شكرهم على ادائهم لكن انه لهم وانهم تعبوا ولا لا يا رجال راكان يا رجال زين انه موجود بعد من يوم جاء من جيزان هو راقد انا اقول لك الباقيين الاثنين الباقيين ناجحين في التمثيل يعرفون يمثلون ممثلين بارعين ما فيها كلام فهم أدوا التمثيل يعني بجدارة فعلا نعم. لكن الفكرة توقعت انها من ركان لا يا رجال اذا ركان. الفكرة مسروقة ومن كاريزما فهذا أدهى وأمر يا رجال ركان مسحوب مايكه مخصوم عليه راقد ميت الرجال أفا تدري ان البارحة انها بعد ما انتهت فقرة انها سحبت المايكات من متسابقين انا بقول لك اثنين ما قايل لك متسابقين كله بقول لك متسابقين راكان وباسم طيري سحبت منهم المايكات وحلال فيهم يا اخي اذا قرار نفذ او قرار نزل ولا طبق بيصير في تعاون راكان ذا اللي انت قاعد تمدحه وتقول انها فكرته ايوه راكان مسحوب مايكك البارحه يا راكان ما بعد ما يا مسحوب يا اخواني مسحوب انا بسالك سؤال راكان مسحوب مايكك البارحه ولا لا لا الاعداد معي يقول انها مسحوب مايكك يعني اصدقك واكذبهم ولا اكذبهم واصدقك مسحوب يا اخي انا ما شوف انا ما ابغاك تقول لي انا القانون لما يطبق القانون طال عمرك يطبق على كبير ولا على صغير على واحد محبوب واحد ما هو محبوب ما هو شغلي انت البارحه مسحوب مايكك صحيح تجحد ترى ما بعيب اذا قلت ايوه وش ما تدري ان كنت لا تدري فتلك مصيبه ان كنت تدري فالمصيبه اعظم لا تقول ما راح اسمع منك وانت تقول لي لا تجحدني في الاول وتبغى تقول لي ايوه في الاخير دام انك تقول لا ما اسحب مايكك على كل حال يا ركان انا اتمنى يا ركان انه ما يسحب مايكك اليوم بعد يعني خلنا نرجع محور حديثنا اسلم الفكره جميله والفعاليه جميله جدا ابدعوا صراحه فيها صح انها كانت خارج الصندوق يعني وبعيدا عن المسابقات والفعاليات المألوفة دائما الشباب ابدعوا البارح يعني في فعاليتهم كنت اتمنى انها يعني من فكرتهم ومن فكرة راكان لان انس وعبد العزيز هذول يجيدون التمثيل يجيدون انك تجي تقول لهم الفكرة كذا وهم ينفذون اما يفكرون ويجيبون اشياء من عندهم ما اتوقع ابدا وصدمتني في ركان أبهرني يوم راح الجيزان يعني طلع بشخصية ثانية لأنه خرج عن القرية فطلعت لنا شخصية ركان يعني الحقيقية اللي بعيد عن أسوار القرية
فكنت أتوقع أن الشخص هذا في عقلية تفكر وتبدع، لكن كسرت خاطري يوم قلت أنها بعد من كاريزما وسارقها منا. إيه يا رجال، والله المصيبة يا ركان يا رجال، عساك سالم. طبعا الأستاذ عبد الرحمن الكليب الله يحفظك، أنا ما أدري طال عمرك هل تبغاني يرسل كثيرين يشيلونك؟ يعني نداء للأستاذ عبد الرحمن الكليب، تبغاني يرسل كثيرين طال عمرك يشيلونك ويجيبونك؟ الوقت الله يحفظك يا أخي، في أسئلة أنا أبغى لها أجوبة يا أخي. الوقت في الفقرة هذه مهم، إذا ما احترمت وقت الفقرة وش بقولك يا عبد الرحمن؟ يعني ما منطقي يا عبد الرحمن، 3 أيام نصيح واليوم نوهنا أنك بتجينا تسحب، تكفى يا أخوي اخلص علينا. احنا نتمنى يا مسلمين، نتمنى انه ما يكون تهرب من ابو عبد الله. يا رجال يا رجال يا ابو عبد الله، عطنا وجهك جاي. ما هو جاي يا رجال، واذا جاء اتمنى انه يستعجل. طبعا جمهورنا مشعل، بالله يا شوف لي يا عبد الرحمن يا مشعل، يعني والله ما ادري انت بعد، يا الله يرحمه راقد انت بعد، شوف لي وين ما جبت لي يركض. الله يرحم والديك، وش وقته يا رجال؟ ما معك والله ما معك يا مشعل، اقسم بالله انك راقد وعبد الرحمن راقد، اخلص علينا عبد الرحمن. جمهورنا العزيز، اذا عندكم اسئله في خطركم، استفسارات ترى او عن البرنامج او عن الفقرات او عن شيء، تقدرون تشاركونا اسئلتكم استفساراتكم في الهاشتاج، وان شاء الله ان شاء الله ان الله يعين عبد الرحمن الكليب، وان الله يسدد خطاه، وان الله يجيبه بالسلام، وانه يقدر يجاوب جواب يقنعكم ويقنعنا. يا الله انك تعجل بالفرج يا كريم. ايوه ايوه ايوه، على راحتك طال عمرك، على راحتك على راحتك. انا اتمنى ان خطاك تصير يعني ان شاء الله واثقه، لان يقولون على راحتك، تقدى تقدى شوي شوي، الله يحفظك. الله ما معك الين يجي عبد الرحمن، ولا الين الله يجيب عبد الرحمن، ودنا نتطرق. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم، انتظر الانتاج يجي يفتح الباب. الله اكبر، الله يهديكم، والله ما لكم حق تسكرون الباب دون عبد الرحمن. أفا أطق وأكلم، مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير. يلا حيا يلا حيا، ترى أول مرة يعني أحس بهالشعور، يعني ترى حيكون في البداية شعور ارتباك حقك ناقد وكذا حقك. شف أنت أبو عبد الله، الله يحييك الليلة على هذه الطاولة، ضيف شرف، وجودك لهذه الفقرة إضافة. كانت تغير الكلام؟ لا لا شف إضافة. المقدمة هذه لابد معها، المقدمة هذه أساسية مع أي ضيف بيجيني. خذ راحتك أبد يا عبد الرحمن، الله يحييك أول شيء. الله يبارك. ثاني شيء طال عمرك ضيف عزيز علي وعلى الجمهور العزيز وعلى اخوي نايف. الاسئله كثيره، الاستفسارات كثيره، نبغى نبدا معك، لكن هل تبغاني ابدا معك خط على طول؟ والله اللي ودك. انا حقيقه اول شيء اصبح على الساده المشاهدين وعليكم وعلى من يسمعنا، ويعني التحيه الخاصه لوالدتي حصه بنت احمد الكليب من هذا المكان اللي أنتقل فيه يعني وأجي فيه لأول مرة، وإن شاء الله عاد ما يكونون ثقيلين علي، وإن شاء الله ما أكون على المشاهدين ثقيل. الله يحييك يا أبو عبد الله. طبعا الأسئلة والاستفسارات كثيرة جدا، الاستفهامات. أنا أول واحد استفهم وأنا قريب منك، عشان إن كان بيننا خصمة ولا شيء نتخلص من قريب يا هي قبل ما نطلع. تفضل. الأسئلة كثيرة والاستفسارات، لكن ببدأ معك بأول سؤال. لوكيشنات تكفى يا ابو عبد الله، لوكيشنات يعني الخيم هذه ولعت فينا، جابت انها الطامنه الكبرى، ملينا. ما اخذ لها طيب؟ احنا ما احنا متسابقين وملينا، والمتسابقين والله احنا نحط عليهم واحنا عاذرينهم، ويقولون عبد الرحمن كليب وعدنا باللوكيشنات. طيب وش بق؟ طبعا اول شيء الخيمه او بيت الشعر هو طبعا ترى ما هو لوكيشن رسمي، حتى يعني الكثير قالوا الجمهور في الأول والأخير محل اهتمام ورأي يعني يحترم، ونأخذ يعني ما بين حين وآخر رأي الجمهور في موضوع بيت الشعر، لأن جاتنا كثير انتقادات عليه وموقعه وتركيبه. أمانة احنا اليوم الساحة يعني مفتوحة والأجواء الشتوية وبرد، فاليوم احنا يعني قلنا بنركب بيت شعر ما هو لغرض والله مثلا لفقرة رسمية معينة، أو اليوم هذا لجزء من الرياليتي تبعه، فخصصنا وفكرنا مع بعض ان نجيب اهل بيت شعر وحطينا لهم. وامانه ترى من جاء يعني اضفى لمسه من وجهه نظري خاصه، صارت فيه مشاكل كثيره. انت تحبونها عاد هالامور؟ والله ما احنا نحب المشاكل، شوف المشاكل الله يكفينا وياك شرها، احنا نتجنبها ونتجنبها. السواليف اللي
اللي دائما ما تكون ما بعد النقد. أما جزئية موضوع اللوكيشنات حقيقة يعني احنا اليوم انطلقنا برنامج البزنس واليوم وصلنا إلى 44. أنا أكاد أجزم لو بدينا وهذه يعني فكرة يعني فريق العمل كامل ومجلس الإدارة أن اليوم لو انطلقنا وفتحنا جميع اللوكيشنات ربما يعني ما يكون في رضا من الجمهور بشكل عام، هذه من وجهة نظري. فاليوم احنا بدينا بساحة الخارجية، بدينا بالمجلس اللي كان موجود هو المجلس الأزرق، والهنجر اللي في الجلسات المودرن، بالإضافة عاد إلى المسرح، بالإضافة إلى أساساً كنا مرتبين ولازلنا يعني مرتبين أن نطلع في فقرات أو إسقاطات من غرف المتسابقين ككل يعني كلوكيشن رسمي. يعني ترى ما هو التأخير يعني نقول والله مثلاً تشويق، يعني هو متعمد إنه تشويق يعني. أكيد هو متعمد، لأن اليوم لو فتحت اللوكيشنات 24 شخص ثقافة أنهم يتوزعون ما راح يتوزعون. ليش؟ لأن أول شهر دائماً من المتسابقين كلهم وين ما جلسوا ثلاثة أربعة جوا عندهم. فاليوم طلعوا أربعة وخمسة من المتسابقين ونقول لهم يعني فالكم التوفيق يعني محطة انطلاقة إن شاء الله من قناة الواقع الفضائية، تعودون لنا إن شاء الله بإبداعات جديدة. اليوم لما يقل العدد ومع فتح اللوكيشنات الجديدة والتوسع، أنا من وجهة نظري أراها أن حيكون في تسليط ضوء أكثر، صناعة نجوم أكثر. ترى اليوم كثير من الناس وصلنا إلى يوم 44، وهذه من وجهة نظري في ناس ترى ما طلعت إلا في الأسبوع الأخير. ليش؟ لأن كان العدد كبير، ما كانت الفرصة كثيرة لهم. فانطلاقة البرنامج عادة في البرامج الواقعية تنطلق من نصف البرنامج، احنا أمانة تأخرنا كثير، وأنا ممكن وعدت وتكلمت أننا حنفتتح يمكن بعد الشهر الأول، احنا وصلنا اليوم 44 يعني بعد 14 يوم بعد انتهاء الشهر الأول، ولكن من هذا المكان طبعا كيشن جاهز. احنا أساسا القرية الشعبية اللي هي الترابية ما غيرنا فيها يعني تغيير كامل، هي جلسة شعبية وقرية شعبية بشكل عام. خلال يعني من الساعة هذه بإمكانكم تحسبون احنا جاهزين امانة، يعني بإمكاننا بكرة يعني بما ان دخلنا يوم جديد اليوم بالليل نطلع فيها. اذا كانت الجاهزية تمام 100% الكاميرات ركبت فيها، السلام. كل شيء جاهز، باقي لمسات بسيطة، اثاث بسيط. ان ما طلعنا اليوم يوم الاربعاء احنا طالعين فيها ان شاء الله. الله اكبر. وحندشن فيه اول عمل ان شاء الله لاحد المتسابقين كانطلاقه يعني، وبجيك عاد في قادم المحاور ان شاء الله. يا سلام. اللي جالسين يعني كمرحله تطويريه. المرحلة التطويرية الأولى احنا فتحنا لوكيشنات وبدأ البرنامج. المرحلة الثانية اللي هي فتح القرية الشعبية، إذا فتحنا القرية الشعبية طبعا فتحنا الباب، ممكن يشوفون الجمهور شاف الباب اللي كان مغلق بديكور مستعار في الهنجر الآن مفتوح وجاهز. أول ما نفتح القرية الشعبية حتغلق الجلسة الخارجية هذه بما فيها بيت الشعر. هذا الباب صحيح؟ اي هذا الباب طبعا هو كان مغلق بديكور مستعار. هذا اللي يطل مباشرة على القرية الشعبية. القرية اللي حاليا فيها او المكان اللي فيه بيت الشعر حيتقفل تقريبا لمدة 3 إلى 4 أيام. حنعيد هيكلة بسيطة فيه وهي صبغ الأرضيات، لأن كثير من الناس يعني تواجههم مشكلة مثلا الرؤية واللون الأبيض في الأرضيات مع الجدران بشكل عام. اليوم احنا جالسين نضفي لمسة بسيطة إن شاء الله مع مهندسين ديكور لرسم الأرضيات، وما هو عيب ترى يعني اليوم صح تأخرنا، ولكن اليوم احنا لما نشوف في خطأ نصلحه مباشرة يعني نسمع في رأي الجمهور حتى لو تأخرنا. بعدها بعد 3 أيام 4 أيام حينفتح اللوكيشنين اللي هو القرية الشعبية و القرية اللي فيها البيت الشعر. ما خلصنا. يا سلام. احنا عندنا في جلسة فوق تقريبا مع دكة فوق. أيوة. وفيها ايضا مجلس او مشب ان شاء الله ربما يفتح بعد اليوم 60، جالسين نشتغل عليه، بالاضافة الى المكان اللي يعرفه الجمهور كان في برنامج سكريبت اللي هو البرنامج الشعبي. المفترض ان تكون يعني هو يعني منتجع فندقي يعني على طريقة حاويات، بإمكان
جمهورنا يحجز فيه ويعيش البرنامج الواقعي كفندق نظامي يكون فيه تشيك ان وفيه تشيك اوت ويعيش فيه يوم واحد. أمانة تكلمنا فيه ولازلت أسعى فيه ويعني شبه الملامح جاهزة، ولكن احنا نواجه مشكلة في التسليكات، الكاميرات، الترتيبات، ربما نتأخر، ولكن إن لم يفتح في أواخر الشهر هذا احنا لو فتحنا في أواخر البرنامج للمسة بسيطة وحيستمر معنا في البرامج القادمة. احنا يعني ما احنا طمعين أبو عبد الله، بما أنك جهزت لنا القرية أو الجزء الشعبي من القرية، جزاك الله خير، يعني التشويق هذا يستحق الانتظار. يعني أمانة إذا الكلام هذا كله كان المغزى الأساسي ما هو بتأخير منك إنما تشويق، يا أخي قابلي والله. احنا أنا وفريق العمل جالسين نشتغل ونبذل قصار الجهد وما حد والله مقصر، ولكن أنا متأكد أن التأخير هذا سيعود بالنفع على المتسابقين الحاليين والمتسابقين اللي ترى طلعوا كثير قال بنطلع يا أبو عبد الله وما راح نشوف اللوكيشنات. لا، هما في الأول والأخير حيعودون يعني وحيرجعون في أواخر الأيام إن شاء الله ويقضون بقية أيامهم في هذه النسخة. هو أساسا لو فتحنا حنا الأماكن هذه اللي طرحتها سيكون أكبر موقع أو أكبر برنامج من حيث المساحة واللوكيشنات. يعني جزاك الله خير يا أبو عبد الله، أمانة يعني أنا أرضاني وإن شاء الله أنه أرضاك بجمهورنا العزيز. الجواب كافي ووافي، وأنا أتوقع أنها إذا ما هو بالليلة بكرة، يعني عليكم الانتظار أو منكم الصبر وعلينا الوفاء. إحنا طبعا من هذا المكان حندشن عمل لأحد المتسابقين معانا، الكلمات من متسابق والعمل من متسابق، يعني جاهزة الأعمال. إحنا أمانة حتى الشباب المتسابقين أنا من تعمت تأخير التدشينات أعمالهم حتى يعني نطلع بمكان مختلف ويكون لنا افتتاحية حلوة. يعني طيب الثيل الأخضر اللي في القرية وقسم الإبل البادوك اللي فيه الإبل، ليه ما يصير فيه صباحيات أو خطة تطويرية أنها بحيث أنه يكون يدخل في البث المتسابقين يكسرون فيه الروتين الصباح يستغلون المساحات الخضراء أو الثيل؟ وهو شوف بشكل عام المساحة الخضراء هذه اللي طرحت فيها أنه ربما يكون في منتجع فندقي جالسين نشتغل عليه. المكان اللي فيه الإبل هو أتوقع مزود بكاميرات وطلعنا فيه أكثر من مرة، والآن برضو أبائنا يطلعون الصباح وأتوقع يأخذون من الإبل ويطلعون ويحلبون من هذا المكان. أيضا المتسابقين طلعوا في هذا المكان يمكن العصر، فترة العصريات بشكل عام، والآن إذا فتحت القرية الشعبية ترى قريب منهم المكان يقدرون يعني يروحون ويجون. الصباح عندنا إشكالية بسيطة، إحنا اليوم ينتهي بثنا الساعة 6 يعني بعد صلاة الفجر مباشرة ممكن ننتهي الساعة 5:30 أو 25 دقيقة ما بعد يطلع الصباح، ففي احتمالية أن آخر الشهر يتمدد البث. هذا طبعا مع الإدارة وجالسين ندرسها بقيادة المشرف العام على البرنامج الأستاذ صالح الحسين وإدارة الإعداد بشكل عام، أنه ممكن يكون في تمديد البث إلى الساعة 7 أو الساعة 8، لأن في الأول والأخير إحنا جالسين نبث اليوم 21 ساعة، يعني الثلاث ساعات هذه نكملها إن شاء الله ونكون 24 ساعة يعني. أما عاد لو تكملونها لوكيشنات ورياليتي وثلاث ساعات قدام، أنا أسمع منكم واحد المتسابقين يقول ما عندنا وعدنا هنية. بيض الله وجهك أبو عبد الله. السؤال الثاني وجهي كبير، في مشاكل نمر فيها الفترة هذه اللي هي مشكلة العقود والانسحابات، فلان راح فلان جاء أخذ لك من يوم، المشاكل هذه أمانة تعني لي وتعني لإخواني وتعني للجمهور كثير والمتسابقين أكثر شيء. ترى المتسابقين الأمر هذا يوترهم أكثر. أنا ما أخفيك قول أن كثير من المتسابقين مروا فريق الإعداد يسألون يعني إيش الأسباب، يعني هل الأسباب بينا، ليش فلان يجي يأخذ لك من يوم يروح، ليش فلان عقدها وقع معنا وخلى، يعني الأسئلة هذه كلها نبغى لها توضيح، وأتمنى أن يكون توضيح شفاف للجمهور. طيب حقيقة يعني المفترض أن الموضوع هذا يتكلم فيه تفصيليا المشرف العام على البرنامج الأستاذ صالح الحسين، ولكن هو في تعاون مشترك بيني وبين أبو إبراهيم فيما يخص موضوع العقود التي أبرمت مع المقدمين بحكم عملي في تطوير البرامج. اليوم احنا يعني خلينا نبدأ بالأستاذ والشاعر سالم بن حزام، يعني هو ممكن أول من غادر يعني كمغادرة واعتذر رسميا، وهذه يعني في الأول والأخير ظروف تحصل لكل شخص في أي بيئة عمل.
وكل شخص له الحرية في الحديث عنها إن كانت يعني أسباب خاصة أو أسباب عامة. ولكن اللي أحب أقوله أن يعني سالم بن حزام الباب مفتوح له، لأنه هو يعني أحد ركائز نجاحات قناة الواقع الفضائية من انطلاقتها. أيضا اليوم جمعني حديث واتصال مع الشيخ إبراهيم الحسين، وأيضا اجتماع بنفس الوقت، فيقول الباب مفتوح لسالم وغير سالم. سالم متى ما أراد أنه يعود في أي وقت من الأوقات الجميع يرحب فيه. سالم ممكن واجهت الظروف، أنا أعرف بعضها، ولكن ثقوا تماما أن سالم حريص ترى على الواقع، يعني هو طلع مضر للقناة وسيعود وسيضيف للقناة. تركي محمد يعني صب عليه بالخير من هذا المكان، انطلق معنا في فقرة النقد كمقدم، أضفى لفقرة النقد وقدم الجميل في هذه الفقرة. واجهته أيضا ظروف من عمله، ظروف واجهته بالخمس أيام اللي قدمها، هو ما حب أساسا يذكرها، ولكن هذا لا يعني أن تركي محمد اليوم مشى من النقد في مشاكل بينه وبين القناة أو أمور. تركي محمد ما تم يعني ترتبت أموره، لا زال عقده ساري، الآن هو يقدم فقرة بطاقة صعود معانا، وهو أحد نجاحات هذا البرنامج. سعود الجوزة اعتذر من بطاقة صعود، واعتذر وهو موقع عقد، وجميع العقود أساساً ترى فيها شروط جزائية، يعني أذكر بعضها، خاصة هذا البرنامج عملناها يعني. سعود الجوزة اتصل علينا، اعتذر من الحلقة الأولى، وبحكم أنه مرتبط بعمله الخاص وأيضا أعمال أخرى. بعدها اتصل قبل، يعني ما قال والله بعتذر الحلقة الأولى وبعدين بشوف وضعي، يوم شاف أن الموضوع ما يقدر يكمل قال والله أنا يعني إذا تسمحوا لي، وكلموا أبو صالح الشيخ إبراهيم الحسين رئيس مجلس الإدارة، وقال أنا والله جاني أول شيء يعني ظروف عملي، هو يعني يعمل بالأحساء، وبنفس الوقت جاه عقد أتوقع في نادي الإبل أو مع يعني في الصياهد بشكل عام، فحتم عليه أنه يعني ما يقدر يوفق ما بين الفقرة وعمله، ويعني ممكن أنه جاه رزق أو احتكارية أو ما شابه ذلك. فاليوم الشيخ إبراهيم مباشرة قال الله يوفقك ويسهل أمرك، وإحنا ندعمك بالشيء اللي يعني أنت تبيه، علما بأن في عقد، والعقد ينص عندنا من الشروط الجزائية أن أي وقت من الأوقات تخرج خلال الثلاثة أشهر يعني قبل إكمال البرنامج، خلال فترة البرنامج أنك تسدد الرواتب اللي استلمتها غير عاد تبعات العقد. ولكن اليوم في الأول والأخير هو عقد، اليوم لما تجي للقناة والشيخ إبراهيم أمانة، وأنا اليوم يعني أتكلم من 1434 وأنا في هذه القناة من وأنا صغير، ما أذكر يوم من الأيام أن الشيخ إبراهيم ضر أحد أمانة يعني، فبإمكانه اليوم يعني يرفع عقده يقول أنا والله مو شغلي الموضوع هذا. ولكن اليوم رأى أن سعود جاته فرصة، فالبدائل كثيرة وأعطاها إياه. في الأول والأخير سعود ابن من أبناء الواقع، وما قصر في أوقات من أوقات البرامج، وكان معانا في حلقات، وقال له رح والله يسهل أمرك وارجع في أي وقت من الأوقات متى ما سمحت الفرصة. الاعتذار اللي حصل لبريك الشلوي، هو أساساً كان معنا ناقد حصري في فقرة النقد، اتفقنا معه بأجر محدد في العقد. بعد اعتذار تركي محمد، بعد اعتذار سالم، أمانة هو تواصل معي قبل يعتذر بأسبوع، وقال أنا أبو عبد الله ما أقدر أواصل، أولاً لظروف ما ذكرها، بالإضافة إلى أن طلب زيادة بالأجر. أنا ترى صريح وشفاف، ويعني إن شاء الله أبو علي يعني ما يتضايق من هذا الكلام، طلب زيادة بالأجر. في الأول والأخير إحنا أول شيء موقعين معاك عقد ولا عندنا وقت، أو يعني الإدارة رجحت وكانت ما عندنا إمكانية، ما عندنا إمكانية في هذا الوقت أن نزيد بالأجر، وأنت ناقد معنا ووقعت، فلت يعني التزم معنا بالعقد وكمل والله يسهل أمرك. فقال أنا والله بمشي ومن هالكلام. في أمور ظروف ما حب يذكرها أبو علي بشكل عام، كان معنا بكل جمال وبكل حب، وغادر من هذه القناة أيضا بكل جمال واحترام وتقدير. ولكن في الأول والأخير هو في عقود، وأساسا أنا طرحت وذكرت سابقا أن كل شخص وقع في برنامج البزنس ثلاثة المقدمين وقعوا ثم أعلن عنهم، يعني ما حد جاء مباشرة وأعلن عنه أو أساساً بدأ معانا بدون عقد،
بشكل عام يعني. صحيح. فهذا اللي حصل مع أبو علي، أبو علي اعتذر قال أنا بعتذر، قلنا الله يسهل أمرك. بما يخص موضوع عقود أنا ما أقدر أتكلم فيها، في شؤون قانونية في القناة، في مشرف عام على البرنامج يتكلم فيها، أنا أتكلم على جزئية اعتذار بريك، علما بأن أبو علي حتى باعتذاره قال أنا ترى معاكم أسبوع وأبي أمشي لأن ظروفي ما تسمح وتفاصيلي، علما بأن أبو علي ترى يعني حتى اليوم يوم كان معانا واستلم التقديم أو يوم كان ناقد في أمور، يعني أنا اليوم شهر ما كملت وأنت اليوم جالس يعني تطالب بزيادة راتب، علما بأن أبو علي كان يضايقني أمانة في موضوع التأخير، كان يتأخر تتأخر فقرة النقد وأنا التزمت، وهو يمكن أول برنامج يعني أنا أقولها واللي بيحسبها يحسبها في قناة الواقع الفضائية تحديدا. اليوم أنا ما بيقول لكم 100% نجحت، 70% ناجح بالتوقيت، فقرات إذا تأخرت تأخرت ربع ساعة 10 دقائق عوضا عن الفقرات الماضية، نعلن 10 ونطلع 11:30 وواجهتني أنا كمقدم ذاك الوقت. ففقرة النقد يعني كان أبو علي هو لسبب تأخيرها في كثير من الأوقات، إن كان ضيف أو إن كان على مستوى كان مقدم، وأنتم يمكن شاهدتوا ذلك الفترات الأخيرة، ولكن هذا لا يعني اليوم، اليوم أبو علي حب أنه يغادر من هذا المكان ونصب عليه من هذا المكان ونقول له فالك وفالنا التوفيق. جدير بالذكر أن قناة الواقع الفضائية أنها تتجدد يا أخواني، هذه تستقطب من أبناء البرامج ومن أبناء القناة، من هم أنا الآن مقدمين ناجحين كل يوم يتطورون وكل يوم يبدعون، فالأمر هذا قد يشكل علينا عبء أن حنا نستغرب أو نسأل ليش فلان راح أو ليش فلان غادر، لكن قناة الواقع باقية وتتجدد، وبريك أبو علي زميل وأخ، ما أجحد أنه كان مصدر قوة لنا في هذه الفقرة وإضافة لنا، قرر الرحيل الله يستر عليه ويوفقه بأسباب أو بدون أسباب، سالم بن حزام الله يرده ردا حميدا، تركي محمد الله يوفقه، أنا ما قلت أن تركي محمد راح، تركي محمد طبعا معنا في فقرته. إي أكيد. أيوة. سنة وضحت في البداية. أيوة. فالله يوفق من راح، وإن شاء الله الأمل في الباقين النجوم، والأمل القادم إن شاء الله في مستقبل الأيام في النجوم. طيب. أنا بالنسبة عندي بس سؤال لأبو عبد الله، أول شيء نشكرك على حضورك اليوم معنا. حبيبي العفو. شرفتنا يا أبو عبد الله، والشكر موصول لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، يعطيهم العافية جميعا على كل ما قدموه وكلامك وإطرائك لهم، فعلا هذا محل يعني كان في محله، وهم محل يعني مديح، ومثل ما تكرمت أنت يديهم ممدودة لكل أكيد. أبناء القناة، وأنا يعني من الناس اللي لاحظت هذا الشيء وشفته طيلة الأيام اللي فاتت، أنا بحكم عملي في المنطقة الشرقية يعني قدمت لي كذا مرة فرصة من قناة الواقع واعتذرت لظروف العمل، فبعد ما جيت الرياض فعلا قناة الواقع قدمت وبادرت وهي مشكورة على هذا الشيء. أنا عندي جزئية بسيطة في موضوع التدشينات يا أبو عبد الله، أنا أشوف فيه شعراء موجودين وإلى الآن يعني ما دشنوا أي شيء، هل فيه إشكالية من القناة أو الإشكالية من المتسابق نفسه؟ بشكل عام أنا ذكرت أن التدشينات في أعمال سجلت من الشعراء ومن المنشدين، في أشياء دشنت في أوائل البرنامج، خلال يعني خليني أقول لك من بكرة إلى أسبوع عندنا يمكن 3 إلى 4 أعمال حتدشن ل يعني المتسابقين اللي عندنا، إن كانوا من منشدين ومن كلمات الشعراء اللي هم المتسابقين بشكل عام يعني. يعطيك العافية. طبعا أبو عنزي أطغى حسه الشعري لأنك شاعر، سأل السؤال هذا لأن رجال شاعر، فسأل عن الشعار والمنشدين وما يخصهم، حقك طال عمرك وأخذ حقك. الله يعطيك العافية محمود وشاكر أبو عبد الله حقك. طيب الغيابات عن البث والمتسابقين وش رأيك فيهم يا أبو عبد الله؟ أشوف إحنا أمانة انطلقنا في البرنامج يمكن أنا مسجل يمكن إلى يوم 26 إلى 27 كانت يعني كانوا المتسابقين شعلة بالحماس والنشاط، حتى لدرجة أني أشوفهم من بعد الظهر كلهم جالسين. حنا نشاهدهم بعد الشيء. تمام. يمكن أول نسخة إلى يوم 26 يصحون، لأن أساساً قرر عليهم أن اليوم أنت تنام بعد نهاية البث تصحى لصلاة الظهر وتكمل معانا البث إلى أن تبدأ فقرة مقادير، وبعدها تنام
إلين صلاة العصر وتكمل معانا. مع تقدم الأيام مع التعب اللي عندهم بنفس الوقت ولا يلامون حقيقة، صار في يعني برود عندهم. أنا أقول ما يلامون من التعب، وبنفس الوقت في ناس تلام لأني أنا أجي الساعة 9-10 داوم أحصلهم صحين ما ينامون. فبديه أنت اليوم إذا صاحي إلى 10-11 إلى الظهر ما راح تعطيني إلا ساعة، فبتنام إلى الليل. فحاولنا نعالج هذه المشكلة حتى وصلنا إلى يعني حل مع إدارة الإعداد وأطلقناها أمس، وأنا أشوف الحمد لله يعني نال ثمارة حتى الآن، اللي هو أطلقنا أن من بعد الساعة 4 عصرا يوميا أي متسابق نايم لن يعطى مايك، وعلى كل ساعة 1000 نقطة مخصوم عليه. هذا الدليل أنكم طبقتوا أمس بعد على ركان، طبقنا أمس على باسم وعلى تقريبا ركان، واليوم أنا ما شاء الله شفتهم كلهم موجودين. وهذا لا يعني من بعد الساعة 4، يعني في اليوم أنت لو رجع لو جيت والله مثلا بعد النقد حصلنا أحد في غرفة النوم حيسحب مايكه حتى نخصم عليه الساعات الباقية إلى، ولكن أنا حقيقة أمس الساعة 6 الصباح انتهى البث، اجتمعت معهم اجتماع سريع كذا لاحتياجاتهم، وبعدها كلهم شفتهم نايمين وقاموا اليوم وشفوا، حتى كانوا اليوم مع العصرية مع نواف كلهم ذا. فالحمد لله يعني حصلنا فكرة، حصلنا يعني حل من الحلول، وإن شاء الله يستمرون في هذا الموضوع. يعني أهنيكم على القرار هذا أمانة في وقته أو في مكانه الصحيح. طبعا أخواني المتسابقين لا تقولوا ما كنا ندري ما درينا، قد أعذر من أنذر، هذا العلم والخبر جاكم. لا تقولوا لي بكرة ليه دخلنا برايم وش السبب، السبب منك. ايوه هم طبعا برضو صالح ذكروا جزئيه المتسابقين تحت، قالوا ليش 1000؟ طيب ليش انتم حطيتوا 1000؟ احنا اليوم برضو حتى ترى في اللائحه عندنا مش على كيفنا والله نقول 1000 خصم على الساعه، فاحنا قسناها اليوم على كل ساعه خروج برا القريه بامكانك انت تاخذها، عرفت، مخصوم عليك 1000. صحيح، يعني مقارنه بخروجك خارج البث او خارج القريه ال1000 متساوي. خلاص ال1000 حطيناها، فعندنا لائحه تنص على ذلك، فحطينا ال1000 هي يعني كقيمة يعني للخصم وغيابك عن البث بشكل عام. أنا أشوف وجهة نظري أن الألف أنه 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 وافي وأن حقه صراحة لازلت ولا نقصته. طيب صاحب القرار يا أبو عبد الله الأسبوع ما جانا والمشاكل كثرت ولا طل علينا، وش الرأي فيه ولا وش الحل؟ طيب هو طبعا ما في يوم محدد إحنا أساسا حطيناه لصاحب القرار، ولكن من بدأ البرنامج وحتى اليومنا هذا كان كل يوم خميس يطل علينا صاحب القرار بالقرارات بشكل عام. فالأسبوع الماضي طبعا حتى يعني توضح للمشاهدين الكرام أن محمد منصور في مفترق طرق تحديدا هو اللي جالس بشكل عام يرصد المخالفات، يشاركها معانا باتخاذ الآراء، هو من يحدد العقوبات حسب اللوائح اللي عندنا موجودة ومنصوص عليها الواضحة والغير واضحة بشكل عام، هو اللي جالس يرسم الخطة. فالأسبوع الماضي وجد أن اليوم قال أنا خلني أبعد شوي وأعطيهم راحة، خليني أشوف، يعني هم ممكن متضايقين كل أسبوع يجي والله صاحب قرار يخصم يوم الخميس ويضر الشباب ويدخل السبت برايم. فاليوم قال أنا صاحب القرار أبو منصور مشكور، قال أبعطيهم فرصة خليني أشوف المشاكل. فعلا جات مشاكل ومن ضمنها أشياء كثيرة يعني، ولكن هذه المشاكل في الأسبوع الماضي بما فيها يعني توقع خروج وازع مع عليان للمستشفى بدون إذن، تغيب ركان بعد عودته من جازان ما رافق الفريق إلى القناة، عند محمد ملحم طلب 24 ساعة خروج وخلاها 48 ساعة من راسه، في أمور كثيرة هذه ترى محل اهتمام وتم رصدها من قبل فريق الإعداد وسجل العقوبات، لأن أساساً كان عندنا برايم في الأول والأخير، ولكن العقوبات في اللائحة موجودة، ولكن والجوال البارحة الجوال اللي أمس مع أنس المطيري، ولكن هذا لا يعني أن ترى ما خصمنا عليهم بنرحل، لا إحنا خصم عليهم حسب اللائحة الموجودة عندنا، ولكن حيضاف عليهم الخصم مع دخولية محمد منصور أكيد، لأنه هو مسجله وقال إن شاء الله وعدهم إن شاء الله الأسبوع القادم. فقال أبو منصور أجمعها يعني بدال تكون بيض تكون بيض بالجبن وتوكل على الله. اتمنى ان الله يعجل ذا ابو منصور ومعه البيض بالجبن عشان تشبعون يا اخوان المتسابقين. طيب بما يخص هذه النسخه وسير البرنامج يعني بكل شفافيه وبامانه، النسخه هذه انا عن نفسي ماني راضي والله، يا النسخه ذي انها في وادم ما فيها حد، انا عن نفسي هذا وجهه نظري انا يا صالح.
فأودنا أنا والجمهور نسمع رأيك بما يخص النسخة وسير البرنامج. طيب شوف أنا أمانة يعني أنتوا لكم طريقكم في النقد وسياستكم في النقد. علما بأن عندي تحفظات كثيرة يعني. ولكن أنا اليوم جالس أعيش مع المتسابقين حقيقة يعني يمكن ساعات بث طويلة. يعني أنا أكاد أجزم أني أستمتع حقيقة بالجلوس في القناة أكثر من روحتي للحسا، وهذا اللي يعني إن شاء الله أن الوالدة ما تزعل علي. ليش؟ لأني والله أجد في هذه النسخة، وما أقولها مجاملة، أجد فيهم الواقعية الصحيحة. يعني إلى الحين أبي واحد يتصنع ما شفت، ما في إلى الحين 44 اللي هو تحت البث جالس أشوفه على الهواء صافين وبيور. والله أنا جالس أحلف يا جماعة الخير إن ما في أي أحد من المتسابقين 24 اللي دخلوا تشوف واحد يتصنع. حتى محمد ملحم؟ حتى محمد ملحم. محمد ملحم؟ أنا محمد ملحم يمكن هو العلة الوحيد اللي على طول معانا في باب الكنترول وعند أكاد يعني إيش هو يدخل الكنترول، لأن اللي تحت الهواء هو على الهواء، وهذا ما يميز هذه النسخة. أنا اليوم لو ما أطلع من هذه النسخة بعيداً عن الاعتذارات، بعيداً عن المقدمين، بعيداً عن الإسقاطات، بعيداً عن المشاهدات، بعيداً عن أي أمر، لو ما أطلع من هذه النسخة في هذا البرنامج بشكل عام إلا بهؤلاء المتسابقين لكفتني حقيقة. يعني أنا جالس أقول يا رجال أنت يا أبو عبد الله كذا كبرت رأس مرة يجي كذا بيشوفون نفسهم وبيتفرق. يا رجال ترى جيزهم جيز اللي قبلهم لا وهم بعد أقل حاجة. هذا أنا قلت لكم وجهة نظركم الخاصة. يعني أنا اليوم أنت معهم تحت الهواء وفوق الهواء أتفق معك ويمكن لك رأيك لأنهم يفطروني يوميا وأتغدى معهم. إذن أبو عبد الله أجل يستقبل منكم يا أخواني المتسابقين الفطور، اهتموا فيه عشان تلقون من الكلام الطيب، لكن والله ما تلقونه عندي. طيب سؤالي الأخير بما يخص البرنامج بشكل عام، وش الخطة القادمة للبرنامج أو وش الخطة التطويرية إذا عندك خطة؟ اليوم احنا أمانة في خطة تطوير البرنامج بشكل عام، وأنا اليوم إذا جيت أتكلم ما أتكلم عن عبد الرحمن الكليب، أتكلم بفريق عمل جالس يبذل قصار جهده بساعات طويلة. يعني مشكور الأستاذ محمد عيسى مدير الإعداد ومن معه في الطاقم راشد وحاتم ومشعل ومحمد الربيع، بالإضافة إلى فريق الكنترول بشكل عام. يعني ما أذكر يوم من الأيام إذا جلسنا في فكرة تكلمنا عنها لتطوير البرنامج أنا اللي جالس أتخذ القرار. إذا اجتمعنا اجتماع أعطونا أفكار خارجة عن يعني المألوف. فاليوم بعد ما طلعنا يعني حرص جدا أني أطلع في رحلة جازان لوقف جمعية البر الخيرية بوادي عمود، واللي إن شاء الله نفرح إن شاء الله قبل انتهاء هذا البرنامج باكتمال هذا الوقف اللي هو وقف اليتيم الأول. إن طلعنا ببث مباشر عبر زوم أو سكايبي، وكنا من قلب الحدث من هذاك المكان. هي فكرة أساساً ترى هي فكرة عادية طلعوا فيها برامج كثيرة، ولكن اليوم هي يمكن البرنامج هذا طبقناها، ويمكن في البرامج الواقعية لم تطبق إلا في هذا البرنامج، إننا نطلع بث مباشر وننقل الأحداث عن قرب. اليوم بعد جزانا أمانة وأنا في الطائرة وجدت فكرة أيضاً مع فريق الإعداد، إن قريباً إن شاء الله من ضمن الأفكار إحنا اليوم في بيزنس، ولا بد أن المتسابقين يعرفون ثقافة البزنس، وما هو بس والله في البرنامج وتسويق ومتاجر وكيف تسوق وكيف تبيع. اليوم كان معي المتسابقين وطرحنا عليهم فكرة أن إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم وحتى نهاية البرنامج حتكون عندنا رحلات خاصة بالبزنس. يعني إن شاء الله كل، وهذا برأي الجمهور إن شاء الله بتصويت الجمهور والإدارة، أن عندنا إن شاء الله كل شخصين من المتسابقين المميزين، خلينا نقول المميزين 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 اللي على البث يعني نشيطين، ما في غيابات، ما في تأخر، ما في مخالفات. وخصصنا إن شاء الله أنه حيكون في رحلة إلى جدة التاريخية حيطلعون فيها المتسابقين. حنطلع إن شاء الله إلى العلا بشكل عام، وهي يعني محط انظار العالم بمواكبة رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هناك، العلا ونيوم وشمال المملكة بشكل عام، لنتعرف أيضا على الفعاليات المصاحبة بشكل عام والحراك الاقتصادي والسياحي في المملكة العربية السعودية. حتكون أيضا عندنا رحلة إن شاء الله لبريدة القصيم بشكل عام، وكلها اخترناها بعناية. أيضا عندنا رحلة إلى الأحساء بشكل عام. الأحساء ترى بشرك وانت رايح معهم، بروح معهم مشعل إيه الأحساء خص أبشركم أن أنا ترى مختار الأحساء عشان أوديهم يعني. لا ما توديهم، يوديهم مشعل، دور الكل دور غيرك. أبد تم.
عندنا ايضا في رحله حتكون في الرياض وهي رحله ساعات بسيطه الى مواسم الرياض بشكل عام والبوليفارد والوينتر وندرلاند، نرفه عن انفسهم، وهذه حتكون ان شاء الله باختيار الجمهور بشكل عام. وطبعا حنرسم فيها تقارير وتفاصيل وبث مباشر من هناك، حتكون ممكن معاكم في خذها كاش او في فقرات وسير البرنامج. المفاجأة إن شاء الله اللي اكتملت ملامحها اليوم 60% أنها حتكون هناك رحلة جماعية حتستمر لمدة 48 ساعة قريبا، ولكن ما يعني ما أقدر أقول 100% اكتملت. رحلة جماعية، رحلة جماعية وما هي بالسعودية، إلى أحد دول الخليج إن شاء الله. كيف تقدر تسيطر على الرحلة الجماعية فيها متسابقين ذولا كله؟ أنت ما سيطرت عليهم داخل القرية، تسيطر عليهم برا. أنا متأكد أني أبى أسيطر عليهم خارج القرية، لأنهم حينقلون سمعة طيبة وحسنة وإبداعات متفرقة خارج أسوار هذه القرية، وإن شاء الله حتكون قريبا إن شاء الله بنشرح تفاصيلها ومعالمها إن شاء الله. طبعا والله يا أبو عبد الله أنا هنيك على المواكبة على التطوير هذا، أو أمانة على الأفكار الإبداعية هذه. أنا أتمنى يعني بين قوسين أتمنى أن احنا نراها، يعني أنا ما زلت متحفظ عليك أبو عبد الله. أنا متحفظ عليك أبو عبد الله إلين بكرة ولا لا؟ أيوة إلين ما تثق ونفتح القرية الشعبية بعدين خلاص تقول بدأت الملامة. أيوة إذا بدأت القرية الشعبية هنا أنا ببدأ أتفق معك وبقول كلام أبو عبد الله عجبني وإن شاء الله أتفاعله خير. ما لم تبدأ يعني إلى حد الآن يعني كان الله في العون. طيب ماني ماخذ منك شيء ذي. طيب أنا ما ودي أخذت وقتكم ويمكن عندكم محاور في نقطة مهمة. قريبا إن شاء الله حيكون هناك ليلة وأبشر فيها الجمهور، وهي أمانة برضو أيضا ما أحب أتكلم باسمي، أتكلم باسم قناة الواقع الفضائية. حتكون هناك ليلة اسمها ليلة تجديد عهد، قريبا حتكون على شاشة قناة الواقع الفضائية، تضم نجوم البرامج السابقين لبرامج البزنس انطلاقا من برنامج السوق والبزنس واحد والبزنس اثنين والبزنس ثلاثة، حيكون نجومهم موجودين إن شاء الله. حتكون هذه الليلة لكل نسخة من نسخة البزنس حيدشرون فيها عمل نستذكر فيها الذكريات، نجدد العهد يعني فيهم ونشوفهم، وحتكون إن شاء الله في القرية، وحنحدد إن شاء الله يومها لأن الحين جالسين في كتابة القصائد والكلمات، وحتكون الليلة هذه قريبا إن شاء الله، يعني إن شاء الله ما تتجاوز العشرة أيام القادمة، حتكون في إن شاء الله في أحد اللوكيشنات المجهزة حديثا بإذن الله، واسمها إن شاء الله تجديد عهد بإذن الله. بيض الله وجهك يا أبو عبد الله وجمل الله حالك. أنا يا أخواني المشاهدين 10 أيام من اليوم راح نرجع لكم الذكريات الجميلة، الحسابة بتحسب الذكريات الجميلة والنجوم القدماء. يعني أنا إن شاء الله متفاعل خير، وإن شاء الله أعيش معكم هذاك اليوم. الله يعينهم وياكم حياة طيبة ويروينا ملامحها على خير وجعلها إن شاء الله تجي قريب. اللهم الله بالمناسبة ترى في القرية الشعبية عشان يعني ما أنسى هالنسخة ولا ينسونهم الجمهور، وضعنا صورتهم الـ24 حتى يجلسون دائما يشوفون بس أنفسهم ويقدمون إبداعاتهم. هذا عشان اقهركم اكثر. انا اخاف ان الصور دي تطرد. يا رجال المشكله ان بعضهم الحين ابو عبد الله اذا شاف الصوره دي قال احنا موجودين اصلا في الساحه، هم صدق صورهم موجوده بس هم رقود. انا قد اجزم الان انهم الحين نايمين. عاد ان شاء الله انهم ما يخيبون الظن بعد هالكلام، عشان ان شاء الله ما يكون هالمدح سلبي ان شاء الله، وشدوا حيلهم باذن الله. الله يهينك يا ابو عبد الله، شكرا لوجودك، شكرا لاجابتك على بعض الاسئله اللي عليها كثير من الاستفهامات. شاكر وجودك معنا، اضافه جميله. الله يسعدك ويجمل حالك. اللهم امين. انا سعيد جدا حقيقه اليوم ان التقي في فقره خذها كاش برفقتك يا صالح ونايف، ولكن دائما انا اقول القادم اجمل، ودائما اختم في كلامي ان اليوم ازرع في نفسك اثر طيب وفي نفوس الاخرين. ما ندري متى نرحل من هذه الدنيا، اليوم لما يذكر ان عبد الرحمن رحل من هذه الدنيا ولكن سيرته العطره بقت، هذا ما نتمناه منكم. اختم دائما وابدا، انا يعني الكلام بشكل عام يوصلني كثير بعد ادارتي لتطوير البرامج بالسب بالشتم بالكلام الطيب، ولكن ثقوا تماما اني انا مسامح الجميع، لاني اعرف مدى حبكم للمتسابقين ولمصلحه البرنامج، وربما يخرج هذا الكلام في مرحله غضب. مسامح الجميع من هذا المكان، ودائما وابدا ان شاء الله نشوفكم على خير. نسخه حله جديده بإذن نسختك الله. المبجله طال عمرك. لا ما هي نسختي، هذه نسخه الواقع ان شاء الله وتتمدد باذن الله. باذن الله. شكرا لك. نشوفكم على خير ان شاء الله. طبعا هذا الوفاء والله يا اخواني المتسابقين، الوفاء هذا اللي عبد الرحمن ماني مرتاح له.
يعني والله لو تقدمون ما تقدمون لا عبد الرحمن من مرتاح له ما أدري العلاقة ما هي بصرية الله ربنا وربكم. ما ودنا نطول عليكم جمهورنا العزيز. أذكركم في الهاشتاج قبل ما نختم الليلة. ودك تسحب يا نايف؟ يلا على ما تسحب. أنا عندي تعقيب على كلام أبو عبد الله. أول شيء شاكرين لحضوره معنا الليلة، شرفنا أبو عبد الله بوجوده، كلامه إطراءه أو الأشياء اللي وعد فيها القناة هذا شيء غير مستغرب. وعلى قولتهم تطلع للمزيد إن شاء الله، ونقول له يعطيه العافية وشاكرين ومقدرين له. مرة أخرى أنا عندي بس أخوي الشاعر عبد العزيز صقر، قبل شوي سألت وجاء في بالي عبد العزيز لأنه إلى الآن ما دشن شيء، ما دشن قصائد. عبد العزيز؟ إي نعم. ما معنى أحد اسمه عبد العزيز مصقر؟ عبد العزيز صقر. لا ما في أحد متسابق، ما في أحد اسمه عبد العزيز مصقر، ما في نهائي. موجود مكتوب اسمه يا أبو. لا هذا اسم في اللستة. يمكن إني نسيت أنا. لا ما هو موجود طبعا. اسمه مكتوب. لا أبدا ما هو موجود. طبعا. موجود يا أبو. لا ما هو موجود. ودي إنك أصلا ما هو موجود ولا هو موجود معنا في النسخة. موجود الله يرضى عليك موجود. ما هو موجود يمكن يصير موجود. لا موجود. أوعدك إذا هو موجود نشوفه بكرة، لكن الليلة ما في عبد العزيز. أنا أصلا ما في أصلا 44 يوم أصلا ما في عبد العزيز، فأودي إنك تسحب وخلمك عبد العزيز بكرة يكتب الله كل خل علمه. طيب طبعا أخواني وخواتي المشاهدين، دوموا مرضاكم بالصدقة، أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى من أحبها صدقة، ما تقدموا لأنفسكم تجدوا عند الله سبحانه وتعالى، تصدقوا والله إنكم أنتم أحوج لها من متصدق عليه. الله يعين وإياكم على فعل الخير، بيجعل ما تقدمونه خالص للوجه. طبعا من راح الاسم عندك يا أبو عنزي؟ أصبر إلى متى وأنا بصبر؟ إلى متى وأنا بصبر؟ تعبت وأنا أصبر والله، والله الصبر ما وراه صبر. طيب يا أبو حمود ما معك صبر يا رجال، خص في ذا الفقرة دي. طيب وين راح الاسم عندك؟ باسم المطيري. استاهل يا باسم. أعطونا باسم، وين باسم؟ ما هو موجود. يستاهل، جاء سلم وراح. يستاهل أبو ضي. يستاهل أبو ضي. من من ليلى. يستاهل باسم. النقطة عندي تروح يا أخواني وخواتي المشاهدين، تروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوانه، تروح يلا يستاهل الركان السهلي من رنا. الله يوفقك يا ركان، من تعب وحصل يستاهل. إلى هنا سيداتي وسادتي وصلنا معكم لنهاية فقرتنا لهذه الليل، نتمنى أن حنا جاوبناكم وكنا خفاف ظل عليكم. إلى هنا نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لقطة ختام فريدة من نوعها، أتمنى أنكم تستمتعوا. ما حد بهذا سبقنا، ما في شيء يمشي علينا، والسلطة محطوطة بيدينا. طاق طاق طاقين، قم على عشرة تفضلوا. برو تبي صور عشرة؟ استريح يا باشا، خلاص امشي خلني إذا خلني أمس وراء راحتي. أنا ما أتحدى مني. هك من أتحدى؟ الله عليك. أجلس ولا كلام. أجلس. هذا الطاع. طحصقة في نفسك، طحصقة في نفسك. يا رجل والله ان فيهم بلا. ابن آدم عش واقعيتك وابشر بالخير. السدره هذه عندها ريال تبوب عندك. لا خل ودي اروح العيال يصير عليهم. اللي يطلع من البرنامج يطلع، اللي يدخل ما هم كل برافو والله اني ادري توجيه كان قلت تحمل اشياء كثيره. مدروس اول هونت كل بسكم شو غدا.
شوف هذا شوف والله ما خطبت والله ما خطبت والله ما خطبت والله ما خلاص تحرمين علي لا تكون غبي لا يا طالب ابشر فيها طلعوا رقتك من جيبك لا تنشد يا رجال الرقه ضاعت ورقه ضاعت ما هي انا تعون الشيطان يا ابو علي اعطاه مجال ابو علي عنده ريال خلص عنده ريال ايه عنده ريال الرجال خلص الرجال لكن والله انه خلص تبططنا طقت بطتكم طقت بطتنا لا ابو النفس الضعيفه ولا ابو جدها الله يجزاك خير الله يجزاك الله يجزاك خير بسم الله عليك الله يثيبك ويجزاك صلتك بسم الله الرحمن الرحيم الله يجزاك الله يجزاك خير بسم الله عليك بسم الله عليك الله يجزاك تحس بشيء يا ابوي خير بسم الله الرحمن الرحيم انت جديد لازم وحده قويه هذه ثبتك ثلاث برامج قادمه على الطاوله بسم الله السلطه بيدينا اكيد وما حد